بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية في دنيا يا دنيا، وأكيد اللي انضمونا الآن نقول لهم صباح الخير. في فقرة التغذية اليوم مع ربا مشربش نقول لك صباح الخير ربا. صباح الخير لله. كيف حالك؟ ربا احنا بدنا نعطي للسادة المشاهدين نصائح حتى نحافظ على الوزن. المعروف انه كثير من الناس بيلجأوا لبرامج تغذية حتى يعملوا دايت، بس في أشخاص تانيين بقول لك ليش أرجع للبرامج هاي؟ لا، أنا بحدد كمية الطعام اللي بدي أكله خلال النهار. شو الكمية الأنسب في تحديد الطعام؟ هلأ هي هاي من هون عم بيجي مشكلة النصاحة نقدر نحكي وزيادة في الوزن، إنه معظم الأشخاص ما عم بيعرفوا يقدروا الكمية المسموح فيها أن يأكلوها باليوم، أو مثلا قديش لازم أخذ نشويات باليوم، أو برضو نوعية الغذاء اللي بندخلها بوجباتنا. يعني كتير مرات بمرق علي أنا دائما لما نسأل مثلا أي حدا بيجي بدي يعمل رجيم إنه شو غذائك اليومي أو إيش عم تأكل كل يوم، بتلاحظيهم مركزين على خبز، أجبان، لحوم، أرز، بس الخضرة والفواكه دائما بتكون آخر إشي. ما بيسألوا عنها الألياف، ما بيسألوا عنها الحليب، بنسوا عنه. فبيفكروا كمان إنه كل ما قللوا الكمية، يعني هاي مثلا أنواع خاصة البنات إنه بتيجي بتقولك أنا ما بأكل إشي، أنا بأكل يدوب واحد توست الصبح. كمان هذا بسبب عنا يعني كتير مرات من أسباب عدم القدرة على فقدان الوزن اللي هي الكمية القليلة الكتير من الأكل اللي عم بيأكلوها. لأنه أنا دائما بشبهها إنه أنت لما بدك تعمل رجيم بدك تقلل الكمية بس ندخل الأكل. يعني أنا مرات لما نعمل رجيم بضطر أدخل أكل هم مش متعودين يأكلوه، لأن مش متعودين يأكلوا هاي الكمية، بس بكون أكل صحي مش متعودين يأكلوا خضار. فلما تدخلي خضار وفواكه الكمية اللي بتشبع، فبتلاقي إنه الواحد عم بنحف لأنه عم بياخد الفيتامينات والمعادن اللي كانت تنقصه قبل، عم بياخد الألياف، عم بياخد أغذية مفيدة بس بسعرات حرارية أقل. ومرات ما بكونوا واعيين هم قديش عم بياكلوا، بكونوا مثلا متجنبين وجبه الفطور، بيجوا على الغداء بياكلوا كميه كبيره من الارز مثلا او اي نوع من يعني النشويات. يعني انت ربما مع انه الواحد يحدد الطعام اللي بياكله او الغذاء خلال فتره النهار، لكن نوعيه الغذاء اللي يختارها يختارها بطريقه بالضبط تحديد صحية. كميه ونوعيه. طب كان معروف يمكن انه في شيء اسمه هرم غذائي، وهلا اختلف في الهرم الغذائي صار ماي بليت. ماي بليت يا ريت توضحي للساده المشاهدين شو الماي بليت. هلا زمان كان في إشي اسمه الهرم الغذائي، في عنا صورته هلا بتطلع إنه كيف كان الهرم الغذائي آخر تجديد لإله، بسموه ماي بيراميد. أوكي، هاي زي ما بنشوفه ماي بيراميد. طبعا هذا إشي معروف في الهرم الغذائي ومقسمينه لألوان. عندك مثلا الأخضر للخضار، عندك مجموعة الحليب، مجموعة النشويات، وحاطين الشخص هذا إنه عم بطلع على الدرج لأنه إنه الرياضة كمان جزء كتير أساسي بتشكل. بال2010 استبدل الماي بيراميد صار إشي اسمه ماي بليت اللي هو هذا الإشي. أوكي، حتى حاطين إحنا إذا أي حدا بده يدخل بده يدخل ماي بليت myplate.gov بده يدخل عليها .gov ولا government okay. USDA مقسم. ملاحظ الصحن هذا بس عم بيعطيكي إنه إن إحنا لازم نفس الوجباتنا دائما. أنا بحكي الخضار مش بس على الغداء، دخلها فطور وعشاء كمان. فملاحظ هون في عنا المجموعة الجرينز اللي هم النشويات، عنا البروتين اللي هو رح نحكي عنهم هلا كمان بالتفصيل اكثر، فروتس وفاش اللي هم الفواكه والخضره، وعندنا الديري اللي هي الحليب انه لازم دائما يدخل. فهذا الإشي الجديد اللي استبدل هلا. يعني طب هو محطوط انه تشوز ماي بليت، يعني في خيارات ثانيه؟ لا، هم هدول انه احنا كل صحن لازم يكون تقريبا. هلا راح اوضح، انا معي هون صحن على الهواء انا عملته بس عشان اوضح اكثر. وبرضه بهذا الماي بليت عم بشرح اكثر انه في برضه نصائح ثانيه، يعني عم بحكي انه مثلا انه بيعطي نصائح انه لازم كمان نقلل احنا من الاملاح، نقلل كمان من السكر، مجموعه النشويات ما تكون النشويات العاديه اللي هي احنا دائما نحاول انه احنا في عنا نوعين من النشويات، في عنا النشويات المعقده اللي هي بكون فيها الخبز الاسمر النخاله، نحاول اكثر من هذا الاتجاه اكثر، نخفف مثلا من الابيض الخبز الابيض الرز الابيض وغيرها. هلا انا عامله هون كمان صحن هو تقريبا بس عشان اوضح للناس، اذا بتلاحظي مش عارفه كيف ارفعه هيك ولا
خليه هيك أوكي. بس هيك توضيح إنه إحنا بأي وجبة مثلا نفرض وجبة غدا أي صحن عندك نحاول نقسم الصحن لنص أوكي. دائما تعبي اللي عندك النشويات الربع من النشويات مثلا هون أنا مختارة معكرونة والربع الثاني من اللحوم البروتين. بنركز على اللحوم. النصائح دائما بنحكي إنه مرتين باليوم بالأسبوع لحمة وباقي سمك وجاج. وكمان ماي بليت عم بيدعو يعني ما يزيد عن مرتين بالأسبوع لحمة. مرتين بالأسبوع كتير بفضل. هلا اللحمة ضرورية لأنه اللحمة هو مصدر أساسي للزنك للحديد للبي 12 وموجود حديد وبي 12 في اللحمة أكتر من الأسماك والدجاج. اللحم العجل أفضل من لحم الخروف ولا هلا الدهن هو دائما إحنا بنحكي قيمة الدهن قد ما بتقدر قليل دهن قليل دهن فممكن الناس تلجأ أكتر للعجل. وهي تعويض هاي مشكلة إنه في ناس إنه لما يأكلوا اللحمة مثلا يعملوا ورق دوالي أو يعملوا أي طبخة إذا أنت معود حالك على الدسم ضلك متعود على هذا الطعم بس كتير بلاحظها أنا حسيتها لأنه بعد ما بديت أغير الرجيم تاعي أكيد الواحد بعد ما يدرس تغذية بتأثر طبعا فرجيمي كتير بتأثر كلها فرجيمي كله تغير فزمان مثلا ما كنت تحسي هذا الإشي على المعدة هلا إذا باكل إشي دسم شوي يعني أو بتحسي لحمة عن جد راح تحسوا إنه في فرق بين الواحد لما يأكل لايت وبين يتعود عليه شهر زمان أو يتعود إنه شهر زمان عم بدخل شوي النباتات بالموضوع يعني ينتقل من غذاء حيواني ما بندعو للغذاء النباتي كمان بشكل كامل بس ندخل هاي الأشياء النباتية قدي بتحسي في راحة على المعدة قدي في راحة على الأمعاء يعني يعني صار بدي أحكي بس إنه في ناس مثلا مشكلتهم إنه عدم القدرة على الإخراج يعني يروحوا على الحمام بقول لك مرة بالأسبوع مرتين بالأسبوع هذا كله عبارة عن ملوثات وفضلات موجودة بالأمعاء صحيح بتسبب أمراض غير بتسبب أمراض طبعا وغير هيك إنه مثلا هي سبب السرطان القولون سبب الأمراض التانية اللي بتصيب القولون فقدي رح تحسي حالك مرتاحة يعني لما ندخل هاي الأشياء فبنرجع للصحن دائما بأي وجبة دائما بحكيها مثلا رايح على مطعم أو كذا اطلعي على الصحن إحنا أهم إشي نحدد الكمية نص الصحن عندك النشويات وعندك البروتين نص التاني خضرة يعني سلطة عاملين بامية هي البامية هذا الفواكه أنا حاطة هون حبتين فواكه عشان عم بحكي أقل إشي لأنه معظم الناس بقول لك باكل فواكه قدي بتاكلي فواكه مرة بالأسبوع لا هذا مش كافي أبدا لازم يومياً يومياً بالقليلة حبتين بس شايفتك حاطة موز يعني الموز هي وجبة لحالها هلا ممكن نعتبرها زي وجبة خفيفة بين الوجبات لا أنا حطيتها هاي بس كتوضيح بس برضو الموز فيه كتير فوائد احنا عاملين حلقة كمان خلال شهر 2 و3 عن الموز وتحضير مخفوق من الموز بشكل صحي رح نحكي عنها أكثر طيب هذا الصحن نقول لفترة الغداء هلا اللي بده يعمل يمشي على اللي هو تحديد الكمية اكثر وعشا. من البرنامج كيف ممكن البليت يكون فترة العشاء نفس الشيء يعني اذا عندنا احنا النشويات نقدر نحط مثلا اعطيني خبزة هذا البك نقدر نحط هاي هون مثلا صار عندنا خبزة بدل المعكرونة بدل المعكرونة هلا احنا دائما بنحكي من 6 ل 11 حصة هلا شوي رح نحكي على الحصص فبتعبي مثلا هون 2 توست هي صار عندك النشويات بروتين ممكن تحطي نوع من الاجبان ممكن نوع من البقوليات لانه الماي بليت هلا بدعو انه تقريبا يكون في عندنا بالاسبوع حصه من حصصنا من البقوليات عدس فاصوليا اي شيء من هدول البقوليات ممكن شوربه عدس بالليل مثلا هي انت عم تاخذي بروتينات برضو عندنا صحن السلطه والخضار بالهذا اذا ما قدرنا نقسمها ممكن الخضار تكون بين الوجبات بس لازم ندخل كل يوم الخضار والفواكه بوجباتنا شوفي احنا متعودين دائما فتره الليل العشاء كثير في الناس بيحبوا الزيت والزعتر اللبن الجبنة الزيتون خلينا نحكي عن هاي النوعية من الطعام فترة العشاء كيف تنصحي تكون تحددي نسبة الطعام فيهم مثلا إذا الواحد حط زي ما حكيت لك الزيتون مع الزيت والزعتر واللبنة والجبنة وهي كيف ممكن يحدد الكمية نفس الشيء يعني هلا إحنا مثلا إحنا بنحكي تقريبا الدهون بدك حصتين بالنهار فممكن تكون الحصة من الحصص اللي هي زيت الزيتون أو الزيتون ويكون عادي اللبنة من حصص الألبان يعني إحنا بنقسم احنا في عنا الألبان بنحكي من بالقليلة بدنا ناخد 3 حصص خاصة بالنسبة للسيدات فكاستين حليب أو كاسة حليب مع لبن مع لبنة هاي انت عم تاخدي حصص الألبان بس نحاول نذكر حالنا انه هذا يوميا بدنا ندخله بأطباقنا
طيب نحكي هلا عن الحصص ربا، كثير مهم انه يمكن نحدد شو الحصص اللي نستخدمها. هلا هذا بهم اللي بدي احكي اليوم لكل حدا بيعمل رجيم. مرات بنقرا انواع الرجيم انه كوب رز، نص كوب خضار، كوب هذا، فبقولوا لي بدي اقعد اعير. فبس انا حبيت اليوم اجيب اشياء من البيت. هلا عاده الكوب اللي بنعير فيه، لما نحكي مثلا بالله عندك رجيم 2 توست الصبح 2 توست بالليل، كوب الرز مثلا، هلا هذا 2 ب2 4 مع كوب، هي تقريبا 7 حصص من النشويات. اوكي، هذا لرجيم مثلا نفرض تقريبا 1200 1300 سعره حراريه. اللي ما عندهم الكوب اللي هو مرقم، اوكي، بنقدر نختار هذا الكوب. هذا الكوب هو اللي هو المعيار الاساسي المثالي، تقريبا المعيار اللي بنقيس فيه احنا حصص الغذائيه. هلا اللي بدي اعطي مثلا زي لما نروح على مطعم، بدك بحكوا لي انه قدي اكل نشويات، بدك تحسبي يعني تقريبا النشويات رح تكون مركزه بوجبه الغداء، بدك تاخدي من حصتين لثلاثه مثلا من النشويات. اذا انت مثلا بدك تخففي تعملي ريجيم بس بدك تخففي، قديش الحصه؟ انا جايبه ماوس اليوم الكمبيوتر. هلا والرز اعطينا الرزنا. هلا عندنا هذا نص كوب من الرز وهذا الماوس، يعني تقريبا هاي الكميه بتعادل ماوس، حجم الماوس، حجم الماوس. فحجم الماوس هذا تقريبا عم بيعطيكي نص كوب، يعني تقريبا حصه او ثلث كوب من الرز. هي حصه، هي بتعتبر يعني صح؟ لا هي حصه، احنا اذا حكينا واحدة. مثلا من 3 ل 4 حصص اخذتيهم على الغداء، بدك تاخدي زي هذا الماوس مثلا 4 مرات او 3 مرات. يعني عشان هيك تكوني بتطلعي على الحجم، او بده يكون تقريبا معبي هذا البول تقريبا اكثر. هي اخذتي انت النشويات. مشكله الناس من النشويات انه الصحن كله نشويات، بقول لك ما بشبع. طب اكيد ما اذا انت ما او كله مع زي ما قلت كنا نحكي الصبح انه خبز. هلا اكيد اذا كله نشويات وانت متعوده هذا الاشي وما عم بتدخلي اشي يعبي المعده اللي هو فيه فوائد كمان خضار وكذا، اكيد ما رح تشبعي من هاي الكميه مثلا من الارز. بس بالفعل ربما يمكن كنا نحكي احنا تحت الهواء انه في كثير اشخاص ما بيشبعوا الا ما ياكلوا رز مع الخبز ويعبوا معدتهم كامل، يعني هذا هيك بحسوا بالشبع. بس هذا اساس الرجيم الخطا، او ما بدناش نحكي رجيم، بدنا نحكي النظام الغذائي الخطا. هلا انا مجربته وكثير ناس مجربها. الصبح لما تكوني مقطعه كوبين خضره مثلا، حبتين جزر مع حبتين خيار مع حبه فلفل، وتاكلي السندويش، اكيد رح تشبعي، رح تحسي معدتك. انا بحس حالي معدتي انه خلص فل، بس انا لما تجمعي السعرات الحراريه بهالخضره كلها ما عم بتوصل مثلا ال 50 ولا 60 سعره حراريه. بيفرق عما تاخذي 2 3 4 سندويشات حمام عشان تشبعي. فانت بدك تعبي معدتك اشياء صحيه وما نحرم حالنا، عرفتي كيف؟ فوقتها بيصير انه اذا انت مثلا بتفطري بتيجي لوقت الغداء مش رح تكوني بمعدل زي انه انت مش فاطره بالمره. صح، اكيد رح تيجي على الغداء بدك تاكلي الصحن كله اكيد طبعا. طب ربما في ناس بيحبوا يوزعوا الحصص الغذائيه تبعتهم خلال اليوم، يعني بدل ما يفطروا ثلاث وجبات ياكلوا ثلاث وجبات خلال النهار، ممكن ياكلوها ست وجبات ما او بيصير. سبع وجبات بيصير هيك صح؟ حتى بكميات قليله ما بيأثر طبعا، خاصه للاشخاص اللي عندهم قولون نفخه ما بيأثر، ما بيأثر ابدا. أوكي، نكمل على هدول، شو رايك؟ اتفضل. في عندنا البطاطا كمان، برضو مثلا الحصه الواحده من البطاطا، زي مثلا بيطلعوا بده يتغدوا مثلا بدي اطلب انا، ما دائما بحكي ما نحرم، في ستيك في دجاج دائما بيجي مع بطاطا. صح، بس غير اختياراتك، خلي هالبطاطا المخبوزه، هي حجم البطاطا الحصه الواحده اللي هي زي ما بتلاحظي حجم ماوس. او مرات انا بستخدم الكره التنس، هاي تقريبا نص يعني حصه من النشويات اللي هي مثلا بطاطا مع كروني. طبعا ما رح تاخذي انت حصه على الغداء، رح تاخذي حصتين او ثلاثه يكون بهذا الحجم. اذا البيك بوتيتو احسن شيء بالنسبه للبطاطا، اذا كان الواحد في مطعم يختار البيك بوتيتو اكيد طبعا. اذا هذا عرفتي مثلا اخذتي، بس طبعا بتقسمي الصحن، يعني بدك تاخذي اثنين بطاطا مثلا راح يكفوكي مع قطعه الستيك والخضره. طبعا اكيد، والخضره انت بتقدري تنقي خضره مشويه، خضره بلاش المقلي، يعني بلاش البطاطا المقليه، وهيك بتقللي بتستمتعي بنفس الوقت. الكونفليكس كمان، يعني هاي تقريبا حصتين، يعني بتلاحظي الصحن يعني دبل هاي الكميه. يعني هاي زي مثلا الفطور، اذا حدا بده يعمل رجيم يقسم حصصه الغذائيه، اخذ حصتين مثلا من حبوب الافطار. هاي طبعا اذا بده اياها مش حلوه بالمره، بدك تحليها بدل ما تحطي سكر، عسل او بلاش عسل اذا بدك افيدك. هي في عندنا هذا الكرامبري، الانواع التوت المجففه اللي كثير مفيده، هي بتعطي حلاوه، بتعطي حلاوه، بتقدري تحطيها هون عم تخلي فواكه وعم تخلي حلاوه بس انه مفيده، يعني في فيتامينز، في اشياء مفيده عندنا هون.
فهاي عندنا حصة. في ناس ربا برضو كمان يمكن لما بيحبوا انه مثلا يعتمدوا انهم يخففوا الوزن بيقولوا لك بناخذ كورن فليكس بدل هالكمية، هاي كمية اكبر، بدل ما انه ناخذ كمان بيض او ناخذ جبنة او كذا، بصير يعني بزودوا الكمية تبعتها بدل ما ياخذوا بيض لانه ممكن ما بيحبوا ياكلوا بيض الصبح. يعني احنا ال 2000 سعرة حرارية بدك تقريبا يعني النشوية تطلع بمعدل 11 حصة او 12 حصة مثلا او مرات 12 حصة بدك تقسميهم على هالوجبات، لانه معدل اذا حدا ما عم بيعمل رجيم سيدات 2000 2200، فبده يكون تقريبا الأدنى يعني مش شرط نعتمد على مثلا اكثر من شغله، ممكن انه ناخذ شغله واحده مثل البيض مثلا، ناخذ حبتين بيض مسلوقه بدل الكورن فليكس مثلا. لا هلا هاي البيض يعتبر بروتين، بدك تاخذي البيض مع نشويات لازم. يعني ممكن ناخذ بيضه مع نشويات. انا يعني انا بحب نقسم النشويات، نقسم النشويات على الفطور، على يعني هذا الناس اللي معتقدوا انه انا بدي اعمل رجيم لاي من النشويات، وهذا الغلط. النشويات هي المصدر الاساسي للطاقه، هي اللي بتساعدك انه انت جسمك ما يحرق العضلات، يحرق الدهون اللي بالجسم. بدك تاخذي النشويات بالكميه الصح عشان جسمك ما يضطر ياخذ الطاقه من العضلات الموجوده عندك. يعني كثير ناس بتلاقيهم بينحفوا، بس لما ينحفوا عم بينحفوا غلط. بقول لك اول ما وقفت الرجيم اوف رجع. ليش؟ لانه انت خسرتي البروتين والعضلات. بتحس عليهم الارهاق في وجههم، بتحس عليهم دبلت، بشرتهم بالزبط. تعبت، فهذا كله يمكن سببه بيأثر. عدم التوزيع الصح والرجيم الخطا الخطا. خلينا اذا بدك كمان السيدي والخبزه يعني دائما بيقولوا لي قد ايه قد ايه الحصه مثلا من تقريبا الحصه الواحده من التوست، دائما بيقولوا لي قد ايش حجم التوست اللي هو اكبر من هذا شوي. اذا بدنا نحكي على حجم السي دي اوكي يعني ممكن اكبر من هاي، لانه مرات تشتري التوست كبير توست صغير، بيقولوا لي قديش واحد توست، يعني تقريبا حطوا ببالهم زي السي دي. اوكي البانكيك، لانه مرات بنروح نفطر والمشكله واحد من اسباب السمنه هلا انه احنا صرنا متعودين على الكميه السايز الدبل والدعايات هي اللي عم تغرينا دبل البورشن. كلي اكثر، بدك تاكلي بانكيك حصه واحده حجم سي دي هي حبه، مش الهيك عرفتي كيف؟ لا معقوله يعني كمان لانه مرات اذا بدك تحطي عليها سيرب واشياء تانية كذا. انا مرات بحب او ممكن بانكيك نحط عليه لبن، اذا حصتين هي تنتين من البانكيك. والبانكيك كثير في بنقدر نحضره بطريقه صحيه، يعني صحيح. كمان ممكن نعمل حلقه لقدام انه كيف نحضره وندخله بالخلاص. اللوز او اللوز شدة، ما فهمت ليش شو العلاقة الشدة. الشدة خلينا نبدأ بالشدة اللي هي 90 جرام، 3 حصص من اللحمة من البروتين حجم علبة الشدة. هيك انت احنا بنحكي مثلا من 3 ل 4، فدائما بيقولوا لي قديش اكل دجاج او لحمه او انسان بكفي قديش الاربع حصص؟ تقريبا علبه الشده او تقريبا كفه الايد من الداخل، هي 90 جرام من الدجاج واللحمه. مش معظم الناس عم بياخذوا هاي الكميه، يعني اذا اكبر شوي هي 5 حصص ماكسيمم، بس معظم الناس بياخذوها انه لازم 3-4 قطع دجاج او تعطيني كبار من اللحمه من الهاي. بس يمكن كمان حتى في ناس بيعرفوا انه الدجاج الابيض احسن من الدارك ميت. بس برضه الكميه يعني احنا ما بنحتاج اكثر من باليوم من مثلا 5 حصص من البروتين بالنهار. اذا اخذنا اجبان واشياء ثانيه وبيض ما رح يعني هاي القطعه على الغداء رح تكفيكي وزياده. اذا كان واحد جسمه اكبر ممكن قطعه اكبر شوي مع الخضار. هذا برجع بحكي لانه احنا مش متعودين ندخل خضار واشياء ثانيه، ما رح تشبعي اكيد من هاي اذا ما عم بتدخلي اشياء ثانيه. في كمان الدومينو، انا ما لقيت دومينو بس لقيت علبه العاب اولادي اللي هي حصه الاجبان. هي حصه واحده من الاجبان، جبنه بيضة 30 جرام. 30 جرام 30 جرام منها. حلو. وهاي طابه البيسبول اللي هي مثلا حصه من الفواكه كوب مثلا او كوب خضار نفس الحجم. دائما بنحكي لهم انه الصبح خدي لك كوبين خضره. اذا اخذنا كوبين خضره هي حبه فلفل، وهذا انا جايبه هون الوان لانه دائما الماي بليت عم بدعي انه لون صحنك. كل ما لونتي صحنك كل ما اخذتي فوائد، الفوائد اللي هون مش موجوده بهون مش موجوده بهون. حتى بالفواكه نحاول ننوع. ودائما بيقولوا لي انه مثلا ما بحب كثير اكل فواكه، بقول لهم هذا العلاج، هذا الدواء، او بنقدر نحكي هذا الوقايه. اذا انت ما بتحبها خذها على اساس انه انت بدك تحمي جسمك من امراض القلب، من امراض الكثير. لانه كمان مشكله كثير جديده رندا باللي عم بيصير انه معظم الاشخاص مثلا تلاقيه عنده سكري
بقول له الدكتور خذ الدواء، خلص بركن انه عم بياخذ دواء، صفي عم تتراكم المشكله، الدواء شو بده يلحق لي يلحق؟ صح مزبوط. او عنده امراض قلب، الدواء شو بده يلحق لي يلحق؟ لازم تغير مع الدواء طبعا، مع استشاره الطبيب والادويه والكذا، نظامك الغذائي. نظام الغذائي مزبوط. وكمان كثير مهم يعني اعرف منك ربا اذا كانت مثل هاي الخضره افضل تتاكل نيه من انها تكون مسلوقه. هلا اذا مسلوقه مثلا، هلا احنا دائما بنحكي مطبوخه او هذا، بس حلو التنويع لانه مرات لما نطبخ الخضره كثير عم نخسر بعض الفيتامينز والمعادن، او ممكن يعني بس إشي خفيف ينسوها تكون تقرش. دائما بحكي تقرش بس يعني اذا بتحبيها هيك مره هيك مره هيك، على القليل عم ناخذ خضره. احنا بنهايه الفقره ربا اكيد ضل احكي على الايد في وقت ولا ما في وقت؟ ما عندنا وقت، ما في وقت، بنحكي مره ثانيه فقره ثانيه ان شاء الله. أوكي. شكرا كثير لك ربا مشربش، اهلا التغذيه، اهلا وسهلا فيك. ومتابعينا معاكم فقرات دنيا دنيا، بعد الفاصل انا ودانا رح نكون معاكم في احداث ومواليد مثل هذا اليوم 4/2، خليكم معنا.